هذه الأسماء ننتظر إذن الانطلاقة، ننتظر. فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع موفقة وآمنة لجياد وأفراسه 3 سنوات فأكثر على مسافة 1400 متر متنافسة. جياد الانتاج بمختلف درجاتها، قيمة الجائزة 28,000 ريال. راجي الله يبدأ الاندفاع من المسار الداخلي ومتيمن إلى جانبه في المركز الثاني، وأيضا جوهر الناريز في المركز الثالث، فيما تعشق في المركز الرابع في هذه المتابعة، وأيضا فادع القادم للمركز الخامس. هكذا هي تبدو الصورة متابعين الكرام مع الانطلاقة السريعة من راجي الله ابن أوفيشال فليم للمركز الأول بقيادة نايف العنزي بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. راجي الله الآن في المركز الأول في ظل المتابعة القادمة من جوهر الناريز في المركز الثاني، وأيضا الحضور من فادع في المركز الثالث، وكذلك تعشق في المركز الرابع. بداية 400 متر الأخيرة، الخط المستقيم، راجي الله هل يذهب لتسجيل الانتصار الخامس في سجله السباقي؟ هذا ما يبدو. راجي الله بالشعار الأبيض، شعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيادة نايف العنزي، ما شاء الله تبارك الله. راجي الله إلى انتصار جديد هذا المساء للاسطبل الابيض، ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور وهذه النتيجه. تجاوز خط النهايه اولا وياتي في هذه المنافسه المثيره. الوجان ياتي للمركز الثاني على ما يبدو. راجي الله ما شاء الله تبارك الله الانتصار الثاني على التوالي.